السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالأربعاء السويهلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات والرجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 11/9/2024. شحال تيقول هذا؟ 4.5 فهذا 4.5. ديما احنا في الاربعاء السويهله بمراكش. وهذا شحال هذا؟ وهذا عادي 7.5. وهذا 4.5. ديما احنا في الاربعاء السويهله. قالوا من السوق قالوا هاد نبيل المال شحال قلت؟ شحال قال لك؟ وعطيو درهم لك. اهلا الفلاح، الفلاح راه يشد فيهم، الكساب راه يشد في الفلوس. اقول البيع وشري والقزال الله يرحمه. كان عبد 300 هذا شدوهم صحاح الزيتون. ولا يشدوهم شحال سي عزيز؟ يلاه سيدي قلنا لهم 5 ملايين العرض. قد قد اللي عجبك دي ها دور بال او سي الحاج عزيز قلت لهم 5 ملايين الواحد. 5 ملايين الواحد ياك؟ اجي انت باقي هنا ياك؟ انا باقي. والله يجي شي واحد يديهم عادي يجيب الله الرزق. هذا اللي كان فرا الحاج اللي فرزقوا غادي يديهم. وعطاو 3 ملايين وهو باقي 5. وشحال اللحم قلتي؟ 2000 ريال. 2000 قد قد؟ اوه كاين شي 24 ريال. تخيل 700 البارح بنقرين. والله 700 عبد الهادي. قال لي احسن من اللحم. بنقرين 4 سخوت اللي باعت. تبارك الله. البارح. ربع احنا داوين على اليوم ولا البارح؟ البارح 4 سخوت. اليوم عايزينو ميتين. والله عايزينو ميتين. هم عندنا 2000 اليوم. دخلت عندك 600. عايزينو ميتين. 600. 600. صحيح؟ هذا هو السفر اكبر خطير هنا في الاربعاء السويهله بمراكش. انت سير حيد 100 درهم. 100 درهم هنا في الاربعاء السويهله بمراكش. كاين السلعه وين كاين الثمن. احنا في الاربعاء السويهله كاين الرواج والسلعه فيها الثمن. الرواج كاين بحساب مناسبه الذكرى النبويه عيد الميلاد. كاين الرواج وكاين السلعه حتى هي ويلي الثمن كاين 100 درهم. باش بخير. هذا اكبر خطير هنا في الاربعاء السويهله بمراكش. شحال؟ 590 قال لك الزيتون. شحال؟ 590. واه 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 غادي تطردك هذا. هذا اين هذا؟ هذا فات الحساب. هذا فات كل شيء. كاع هذا باغي يبيع اللحم 3000 على الدراوج. تخيلي خلاته دار هكا انا ما نبيع حتى حاجه. انا ما نبيع حتى حاجه هذا الزيتون. شحال هو بشحال؟ 80000 محمد. 30000 حاج. 680000. شحال؟ 160 الواحد. هما جوج. 610. بغا فيهم قال 3,040,000 الواحد. وخلي الله يحسن العون. هذاك اكطاطعي هذاك. راه ديما يجي. شتي هذا صاحبي؟ ها؟
ماشي انا دي دوي المعلم لا ما داويتش على هذا علي انا غادي ندوي مع هذا داكشي ديال 16 ترك ولد عمنا وشرف وشتي المرجاني احسن زيتوني ما تسطات من مراكش خلات زيتوني خلات زيتوني صح سوق معايا البواب سوق معايا خوري بلا عمرها دار هذا هو وقول لي راه الفرفاره هذا هو الفرفاره اش قلت يا عمر هذا هو الفرفاره شتي الله يحفظ منك هذا دريس تحت البقر القزاره والبيع والشراية هنايا في الاربع السويله دريس من مراكش الملاق الملاق الزيتون دريس الملاق ديال العبده اه الله يخليها سلعه رحمه الضروبه في الاربع السويله في مراكش حنا الحاج عزيز درك عزيزي تنطلبوا فيهم 10 ملايين لك تبلا لا قولها الثمن اللي كاين تقول 9 ملايين باش نشريه 9 ملايين اييه تيقول لنا 45 45 الف تاع الدرهم الواحد تبارك الله الحاج عادل هذا الحاج عادل ضرافات هما تيقولوا الثمن الواحدين كاينين شي وحدين ما يقولوش الثمن ابدا تيزيدوا بالمليون في البهيمه هادو عارفينهم ونعرفوا والديهم ونعرفوا كاع المجموعه حطيهم مع داك اللي ملهيه ديما احنا في الاربع سويهله بمراكش تبارك الله الحاج عزيز والحاج مبارك ما بان ليا كان الكاميرا هاي جالس الحاج تحيه للبادر ديال تازا مرحبا ببادر تازا صاحبنا جا عندكم جا عندكم القلعه وا عزيز تيجي عندكم القلعه هي تيجي الدرافات الدرافات كيتسوق السطاط عندكم اييه اييه الله يا ودي بادر تازا شكون اللي ما يعرفوش هو هذا الحاج مشيت تو صاحبنا راجل معقول هنا في الاربع السويهله بمراكش اللي كاينه يقولها لينا ماشي بحال شي وحدين تزيدوا بال 100000 تحيدوا تدخلها تدوزوا الله يخليها سلعه اشكرت يا شيدمي 2400 ما شتا حاجه اعوذ بالله 2400 بالله هذا تبقى شيدمي حديو معاه كل شيء لحد 2400 هو قام مشوي ولا كفته سول هذا ياك هذا صحراوي شحال كاين الحاج 100 درهم تيقول لنا الحاج عبد المجيد الحقيقه هي هذه 100 درهم هي اللي كاينه في الاربع السويله بمراكش سبعة الملايين وراهم مزيانين على حساب السوق ايوا انا قلت لك راهم مزيانين قناة زيتوني ومرجان ديما تاعت الحريفية وما الحريفية هنا في الأربع السويهلة بمراكش الحاج عبد المجيد رشيد مي وصاحبنا تنحييو جميع المشاهدين قناة زيتوني ومرجان في المكان الخير راه موجود وين التمر راه كاين ياك الحاج عبد المجيد المليح تيتباع وقال قل غادي نجيو عندكم غنجيو عندكم هادو ولا فكرني صحابنا وخوتو صحابنا وكلشي صحابنا وخوتنا هنايا في الاربع السويله وفي القلعه وفي المكان احبابنا هنايا تنحيو جميع المشاهدين قناه زيت المرجان القرني راه تيشري حاجه رفيعه وممتازه تنوريوها لجميع المشاهدين هاد البقر تاعو هذا تا هو قرت رجع 19 ولا 100 درهم 19 مين قول سي حسن انت ذبحت انت 100 درهم باش تطيح بالصير شحال صير بكل شيء 100 درهم تا هما تيشريو البقر ماشي ما تيشريوش البقر راه خوت كي حسن كي القرني ديما احنا في الاربع السويهله بمراكش أين الفرفارة؟ والفرفارة؟ أين السلعة القرني؟ تشوفوا السلعة اللي تنشري القرني هنا في الأربع سوايع اللي من واللي يصير سلعة القرني كما تشوفوا راه راجل معروف
وبقى وشريه في التور الكزاري هادو تو القرندج هنايا في الاربع سويله بمراكش تاكوتي يشري بقر مليح وبقر زين ومعروف هنايا في الاربع سويله تبارك الله على القرندج ياك بخير وشحال اليوم اللحم غنسولوك على اللحم حيت عندك السلعه بزاف ما نبقاوش نسولو فيك هذا بشحال وهذا بشحال اللحم شحال غادي يكون 1900 ماشي 2000 القرني 2000 بحال شويه لا 1900 ماشي 2000 شويه القرني 2000 شويه هذا البقر تاعو هذا تاعو كما تشوفوا القرني معروف اهلا وسهلا معروف حتى الاربع سويله معروف فيها عارف في قيسر معروف عندنا في قيسر في القلعة في جميع المناطق البجع وشرية والقزرق والحريفية هذا خير ماكين شحال السير قرن 630 عرض كما تشوفوا عن قرا ورجالي تنوريو لجميع المشاهدين تبارك الله سي حسن غنجي عندك قلعة وين تشويلية ياك باقي تقزر اي ما اهلا محمد فرا العصابه الاخرى خوك سير سير الله شحال الخيرات 6 ملايين باش بعتيهم سير الله 6 ملايين باعهم 12000 حلال من الله 12000 يداو فيهم وصافي بيع مش سير جرتك سير 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 تيكا شد بكرسك باش خدام